حضرتك عمال تتكلم من الصبح وتقول إن علي ابنك وخايف عليه قوي ودي حاجة تشكر عليها طبعاً، بس وحضرتك عاوز إيه من علي بالظبط؟ علي كان شغال في مكتب حضرتك وسايب المكتب، يعني العلاقة بينكم انتهت؟ للأسف يا أحسن هانم، أنا كنت فاكر العلاقة انتهت، بس علي وحسين مصرين إن هي ما تبقاش انتهت. ممكن حضرتك يبقى كلامك مباشر أكتر عشان أقدر أفهم؟ أنا وجهة نظري سليمة، أنا قلت برضو على حضرتك إنك ست عاقلة وعملية، وده اللي خلاني أجي لحضرتك وماروحش المدام عنايات. عنايات؟ وإيه علاقة عنايات بالموضوع؟ حسين وعلي ماشيين في سكة هما مش قدها، وطالما حضرتك طلبت مني أكون مباشر أنا هعمل كده. ياريت. حضرتك عارفة قضية صفوت قلبت الرأي العام، علي كان بيساعدني في القضية دي، أنا كنت المحامي بتاع صفوت، الحمد لله طلعت براءة. معروف طبعا. كل حاجة مشيت تمام لحد ما عرفت إن صفوت راح للعيال وهددهم إنه عايز ينتقم منهم عشان عمر البرنس هو كان السبب في سجنه. وينتقم منهم ليه؟ ده بدل ما يشكرهم؟ والله يا هانم هو ده اللي قلته له. قلت له إيه؟ إيه يا صفوت؟ العيال دي هي اللي خرجتك من السجن بدل ما تشكرهم؟ رد عليا رد غريب جدا. قال لي إن خديجة بنت خالة القتيلة زميلة علي وحسين، راحت قالت له إن علي وحسين بيشكوا فيه. الراجل عايز ياخد موقف. ياخد الموقف اللي هو عايز ياخده، إحنا مش هنخاف منه. صفوت ده أستاذ جامعي، طلع ولا نزل، في الآخر انتقامه هيكون إيه يعني؟ فضيحة وخلاص. المصيبة في مسعد. مسعد قتل قتلة يا مدام. مسعد؟ هو مش مسعد ده اتسجن وخلصنا منه خلاص؟ أيوه اتسجن، وهو جوه السجن، بس رجالته بره بيبعتولي تهديدات على مكتبي. ياه، تهديدات لحد مكتبك؟ وبيتي كمان. التهديدات بتجيلي على البيت عشان أنا حبست مسعد، بس في الأول وفي الآخر أنا أقدر أحمي نفسي. أنا مجدي حشيش، بس بقى علي وحسين مش صفوت بس هو اللي قلب الدنيا عليهم. كل التهديدات اللي بتجيلي بتقولي ابعد عن القضية أنت وعلي وحسين. أستاذ مجدي، حضرتك عاوز إيه من ولادي علي وحسين؟ ولا حاجة، عايزهم يبصوا لمستقبلهم. حسين يكمل مشروعه وربنا يوفقه، وعلي لو مش عايز يشتغل معايا يسافر يروح يشوف المنحة اللي جاية له، وما يجيش غير القضية مقفولة تماماً. طيب هو حضرتك بقى يعني الكلام ده كله سايب مشاغلك وسايب المكتب وسايب قضاياك كل ده عشان تيجي تقولي إنك خايف على علي وحسين بس كده؟ علي حتى لو مش هشتغل معايا، علي وحسين محسوبين عليا. ما تنسيش يا هانم إن أنا اللي في وش المدفع، أنا اللي وقفت قدام القاضي واترفعت والناس كلها شاهدة، أنا اللي حبست مسعد وطلعت صفوت براءة. أنا أقدر أتعامل مع مسعد وأحمي صفوت وأحتوي غضبه، بس عشان ده يحصل لازم العيال دي ما تتصرفش من دماغها. هتتعاون معايا ماشي، مش هتتعاون ما تعملش حاجة بقى تبهدل الدنيا وفي الآخر هتيجي على دماغهم. يعني إيه يا أستاذ يجي على دماغهم؟ يعني أنا مش هقدر أحمي علي وحسين تاني من رجالة مسعد، وبالنسبة لصفوت لو هم وقفوا قصاده أنا هبقى معاه وهبقى ضدهم، لأن صفوت ده موكلي وهدافع عنه بكل شراسة. في كلام تاني حضرتك عاوز تقوله ولا كده خلصت كلامك؟ لا الحقيقة، بس يعني بتمنى على حضرتك. يا ريت كل امنياتك تتحقق وتنزل على السلم. اتفضل. تفكري في الكلام اللي انا قلت لك عليه. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.